النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المصريه. يا فندم انا بهنيك على بدء الدوري بشكل رائع جدا وبشكل مميز، وبصراحه من اول ما استلمتوا المهمه كل حاجه شكلها حلو، بدايه من المؤتمر الصحفي مؤتمر قرعه الدوري حتى يومنا هذا اللي شفنا فيه حقيقي دوري شكله كويس. كابتن كريم ازي حضرتك، واتشرف دايما ابقى معاك، والف مبروك على البرنامج ومتعلق دايما. الله يبارك فيك يا فندم ومشرفنا ومنورنا. النهارده الدوري كان شكله حلو، النهارده لو تلاحظ على السوشيال ميديا الناس بتتكلم على الصوره الحلوه وبتتكلم على وجود الجماهير وبتتكلم على ملاعب محترمه، يبدو كده ان انتوا ما سبتوش اي حاجه للظروف. الحمد لله، وده شغل ناس كتيره جدا، فاول حاجه لازم اتوجه بالشكر لكل مؤسسات الدولة المصرية، وشكر خاص لوزارة الداخلية على قرار عودة الجمهور وقرار عودة الروح للمدرجات. لازم أشكر شركة تذكرتي والشركة الأفريقية، لازم أشكر كل السادة زملائي اللي بتشرف بمزاملتهم والعمل معهم في الرابطة، لأن الحقيقة ده مجهود ناس كتيرة جدا، والحمد لله زي ما حضرتك قلت دي بداية، وإن شاء الله البداية تكون كويسة ونطلع بيها بالتدريج لحد ما نوصل للي يليق بالكره المصريه والدوري المصري والانديه المصريه ان شاء الله. اول ما الناس شافت الجماهير النهارده اول سؤال سالوه يعني بكمله الطمع بقى والفرحه والانبساط، قال لك هو امتى بقى المدرج كله يتملي مش الحبه دول بس؟ والله كل المنظومه وكل جمهور الكره نفسهم في كده، وانا واثق ان احنا ان شاء الله المرحلة اللي جاية هي مرحلة مسؤوليتنا احنا كجمهور كورة، ان احنا نظهر بالشكل اللائق بينا واللي يليق بينا وبلدنا، وان شاء الله مع زيادة اللقاح ومع زيادة الاجراءات الاحترازية كل ما زادت النسبة هتزيد ان شاء الله الجمهور، وكل دوريات العالم رجعت بالتدريج، احنا شفنا كل دوريات العالم من غير جمهور. فاحنا الحمد لله على بدايه الخطوه، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. عايز اسالك على العلاقه اللي بينكم وبين الانديه المصريه، العلاقه مبدئيا كده كويسه، العلاقه جيده، العلاقه فيها تعاون، وانا بسالك السؤال ده بفكر في اللي جاي اكتر من دلوقتي، بفكر في اللي جاي انه يفضل العلاقه كويسه بدون مشاكل وبدون ازمات عشان نشوف مسابقه محترمه، قول لي بتعملوا ايه عشان تحافظوا على العلاقه دي من البدايه كده؟ والله الحقيقه احنا يعني من ساعه ما حزنا بشرف ترشيح الانديه لينا، وده شرف كبير، واحنا يعني عملنا عهد بيننا وبينهم ان احنا هنكون صراحه، هنشتغل ونعمل اقصى جهد عشان كل حاجه تكون في مصلحه الكره المصريه والانديه المصريه، هنتعامل لل 18 نادي ولمصلحتهم، بس اهم حاجه اتفقنا عليها ان احنا لما نتفق على حاجه نطبقها على الكل لصالح الكل. وده ان شاء الله اللي هيكون الميثاق اللي بيننا، وانا متاكد كلها يعني مجالس ادارات محترمه، وهنفضل على التعاون واحنا بنعمل اقصى جهد، لان هو ده اللي هيحط الفاليو بتاع الدوري المصري في وضعه الحقيقي وفي قيمته الحقيقيه. لو سمحت يا استاذ احمد، يعني انا وانا بتكلم معاك بقعد افكر اقول يا رب الامور تمشي سليمه عشان فعلا نفتخر بهذه الرابطه ونفتخر بالدوري المصري بقى مره، ونقول ان الدوري المصري بتاعنا دوري ينافس الدوريات الكبرى في العالم، بلاش حتى العالم، الدوريات الكبرى عربيا يعني. ان شاء الله، وده اللي احنا نستحقه، قدر مصر دايما انها كبيره في كل حاجه، وده اللي احنا ان شاء الله نستحقه باذن الله. في بعض الانديه قالت انها مش هتذيع ماتشاتها، الكلام ده مظبوط ولا الامور انت مهندلها او متابعها كويس ومسيطر عليها؟ لا ان شاء الله الماتشات هتتذاع، وكلها حاجات يعني هتترتب وهتمشي الامور بشكل كويس باذن الله. ملف شيكابالا سمعنا انه اتحاد الكوره قال انه المختص بيه دلوقتي حاليا رابطه الانديه، بتعملوا ايه في الملف ده، وهل هو فعلا من اختصاصكم؟ الحقيقه احنا مش طرف في الدعوه اللي اقيمت ما بين شيكابالا واتحاد الكوره، فقانونا احنا مش طرف فيها، وملناش حق التداخل فيها يعني، فما ملناش فيها يعني، ولو احنا طرف فيها فهنطبق اللائحه بتاعت المسابقه يعني. بس حتى الان انت شايف ان او انت مش انت طرف في هذه الازمه؟ لا، لان ماليش الحق حتى الطعن عليها قانونا، لان انا مش من الاطراف كرابطه يعني، احنا مش من الاطراف اللي جواها، هي طعن على قرار لجنه تابعه للاتحاد المصري، فالطعن من اللاعب على قرار اللجنه اللي داخل الاتحاد المصري. مفهوم. في صحيح تغيير في درع الدوري يا استاذ احمد؟
إن شاء الله شغالين على تصور ليه، وشغالين على تصور للوجو للدوري. بس احنا عندنا بلان كبير، بس احنا ماشيين خطوة خطوة. حضرتك عارف الوقت مضغوط جدا، احنا بقالنا كملناش شهر. عاوزين لما نعمل حاجة تكون طالعة بالشكل اللي يليق بالدوري المصري. فمعانا من هنا لآخر السيزون إن شاء الله هنكون بإذن الله وصلنا للتصور والشكل النهائي لدرع الدوري واللوجو الدوري. استاذ احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، وكلنا متفائلين بيكم ان شاء الله موفقين باذن الله في اداره مسابقه الدوري المصري الممتاز والبطولات المصريه. حاجه محترمه من الصوره الاولى، من الصوره الاولى. ما في حاجات بتبقى مقدمات من اول ما عملوا القرعه، من اول ما عملوا قرعه الدوري عرفت ان الامور شكلها حلو.